لما كان معايا احمد حمدي الاسبوع اللي فات قال لي ان انت اللي جبته الزمالك، قول لنا بقى الكواليس. لا والله خالص، انا يعني انا بس اول حاجه بتمنى له الشفاء. يعني حمدي من الناس اللي قبل الكوره هو شخصيه محترمه جدا، وعلى المستوى الشخصي هو صاحبي قوي، يعني حمدي صاحبي قوي. فانا بقول له ربنا يشفيك يا حمدي، هنفتقدك ان شاء الله، تروح تعمل عمليه وترجع بالسلامه وبسرعه باذن الله حبيبي. بس ايه اللي حصل بقى؟ يعني انت ايه التواصل حصل ازاي؟ حصل ازاي؟ الترشيح حصل ازاي؟ حمدي كان رجع من امريكا، كان بقى كذا نادي بيكلمه، بيراميدز وزد تقريبا، يعني مش عنديش معلومه مؤكده بس يعني تقريبا. فانا كنا قاعدين مع بعض، احنا بنقعد مع بعض على طول انا وهو. قلت له حمدي انت ايه يعني هتعمل ايه؟ قال لي انا همشي. قلت له طب انا بقى يعني انا ممكن اتكلم مع الناس في النادي انك تيجي، ايه رايك؟ قال لي اه طبعا اجي. قلت له انت تمام يعني؟ قال لي اه طبعا اجي، يا ريت. قلت له طب خلاص. انا يعني اتكلمت مع الكابتن حسين السيد والكابتن حسين لبيب، وقلت لهم ان في لعيب كان بيلعب في النادي الاهلي وكان بيلعب في امريكا، هو بس كان عنده مشكله ان هو الفتره الاخيره ما كانش بيلعب، عشان كان عنده مشكله مع الـ المدير الفني هناك. والله بعت لهم فيديو ليه، والله العظيم. يعني شوف بقى، انا جبت دخلت على اليوتيوب، جبت فيديو لاحمد حمدي بعتهم له، والله العظيم. حلو الروح دي، انا بحس عشان انا عارف ان حمدي لعيب جامد وهيفيدني هو، غير ان هو صاحبي، وانا مش يعني انا مش هجيب حد، هو صاحبي وحبيبي كل حاجه، بس هو هيفيد النادي وهيفيدني صح على المستوى الفردي في الملعب، وعلى المستوى الشخصي هو حد محترم وحد مهذب يعني، فهيفيدنا في الحالتين. طب انت بتشوف ازاي يعني تحديدا حمدي عبد الله السعيد ناصر ماهر اضافوا ايه الثلاثه؟ حمدي يعني كل وعبد الله واحد لوحده كده وصفه لي. خلينا انا اتكلمت على حمدي، اتكلم على ناصر. ناصر من اللعيبه الكبيره جدا، ومن اكتر لعيبه كنت بلعب ضدها دايما لما بلعب رقم 6 وهو بيلعب رقم 10، اكتر لعيب بضربه بجد. لازم اضربه لازم. ليه بقى؟ هو ما شاء الله عنده دريبل سريع قوي بالكوره، وبيعرف يفنت بسرعه، فدايما بحاول اوصل للكوره قبل ما هي تجيله، لان لو وصلت الكوره متاخر هو يعرف يكنترول الكوره ويفنت ويرقص فانا اول حاجه مبسوط له جدا ان هو راح منتخب مصر، وبتمنى له التوفيق. بص في يعني حاجه يعني مش كده، يعني مصر لعيب كبير طبعا، بتمنى له التوفيق. وانا اكتر انا كنت معاه في الاوضه ولما القايمه اتقالت وانا ما كنتش موجود، بجد والله انا والقايمه اتقالت وهو كان موجود وانا لا، مع انه قبلها كان بيقول لي ان شاء الله تبقى موجود وبتاع. فانا بقول له يا نصر ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، انا مبسوط لك ان انت موجود، ان شاء الله تكون عنده اكتر من كده. نصر طبعا عنده اكتر بكتير اللعيبه، يعني ناصر وكابتن عبد الله السعيد عندهم مشكله واحده، ان هم ما كانوش معانا في الكونفدراليه. ايوه، فبداوا دايما هم نلعب احنا ماتش وبعدها يلعبوا معانا ماتش ب 10 ايام، فدي صعبه على لعيب الكوره. فانا بقول له يا ناصر ربنا يكرمك، وانت راجل محترم ما تقلش احتراما عن حمدي وعن كل الفرقه. فانا بقول له ربنا يوفقك ان شاء الله، وكل ليك دور مع منتخب مصر حبيبي وكرمك ان شاء الله. نيجي بقى انت بتقول له بودة؟ بودة ده بقى قبل اي حاجه، ده اخويا وحبيبي بعيد عن الكوره خالص، اكتر من اكتر الناس اللي قريبه ليا هو وعمر جابر وزيزو، فانا وفتوح.